هذا البرنامج برعاية آجل. آجل، الموعد عند كل غسيل. آجل في دارك في طبعتها الثانية، 4 أسئلة 4 هدايا. منتوجات آجل للتنظيف لمدة 6 أشهر، إيه تابلات شباب بزاف، الماشينة لافي، والجائزة الكبرى طقم من ذهب، يعني إن باريغونو يدرى العائلة تاع اليوم ونراهي قادرة تلحق. مرحبا بكم معنا في حصتنا وحصتكم آجل في دارك. خاليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في حصتكم جاوب تربح. رانا في بلدية ولادي عيش في ولاية البوليدة، جينا نشوفوا عائلة الإمام اللي بعثوا لنا. رانا هنا بالضبط في حي لا ديال، رانا في الطابق التاسع، ما طلعناش أبي، ما تخافوش كاين لاسونسور، تبعوني شوفوا. نورمالمون من رقم الباب 35، هاي لك هذيك 36، ما نشوفش من بعيد أنا، نورمال. انا مازالني قديمه نطبطب. مساء الخير. اهلا وسهلا. واش راكي مدام؟ لاباس؟ الحمد لله. مرحبا بك. ربي يطول عمرك عائله الامام. نعم. احنا جاوب تربح اجل في دارك. مرحبا بكم. يا عيش. هابي بليزير. ربي يطول عمرك. الله يسلمك. يسلمك. جوزو. أنا مع مدام الإمام. مدام واش راكي؟ لاباس حول عليك. بني شوية برك نذكرو. واش راكي؟ صافا الحمد لله. الحمد لله. أنت اللي بعثتي لنا باغ إنترنت؟ نعم. باغ إيميل؟ نعم. أنت هي. شفتي الحصة تاعنا ديجا؟ شفتها في شفتي اللونسمون؟ إيه. وشفتيها العام اللي فات؟ لا لا، كنت نشوف سون برونونسي، كنت نشوف إيميسيون واحدة أخرى كنت تديرها. لا ايميسيا واحد اخرى سير معاهم كيف كيف. كنت في سيتا مونتاج كيف 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 كيف. ما هذه جاوب تربح اجل في دارك كيف كيف. معليش ماذا مش ديري في حياتك اليوميه؟ انا ربت بيت حاليا، كنت نخدم ديجا. واش كنتي تخدمي؟ كنت ندير دي فاكاسيون استاذه مؤقته في الجامعه. الله يبارك. نقرا الاحصاء. الله يبارك. الله يبارك. ان شاء الله ربي يشدلك ولادك كي يكبروا ان شاء الله، ومن بعد سهله تعاودي تربوني الخدمه. سي توت افي نورمال. سؤال يقول مدام، السؤال الاول نذكرك باللي لو كان جاوبي الجواب الصحيح تضمني 3 شهور مواد تنظيف من عند اكل. ايوا رانا نشوفوا وتستعملي اكل. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. سؤالنا يقول بماذا يسمى الذهب قبل ان يضرب؟ استاذي قبل ما نبداو نخدموا به كي يجبدوا هكاك خام. هذاك خام ذهب. يسمى الذهب قبل ان يضرب بالتبر. التبر. التبر. راكي سيغ؟ على حسب معلوماتي نورمالمون، متاكده من هذه المعلومه. وعلى ربي. ان شاء الله تكون صحيحه. ان شاء الله يا ربي. في اخر الحصه اللي نقول لك درك قولي لنا شكون يجاوب على سؤال ثاني باش نروحوا عنده نشوفوا سؤال ثاني، وفي لافان تاع ليميسيون نتلاقاو مع عائله الامام باش نشوفوا واش ربحتوا معنا، وان شاء الله تربحوا معنا. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. سارة واش راكي؟ صافا الحمد لله. تما صافا الحمد لله. سارة واش تقراي؟ انا نقرا تيرمينال جيستيون. الله يبارك. واش تقولي لمدام هذيك خالتي؟ تجيني خالتي. خالتك. انا. الله يبارك. تما هذا العام الباك ان شاء الله.
ان شاء الله تجيبيه. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. ساره، سؤال ثاني راح يكون لك، راح ندولك تصويره. نعم. قولي لنا واش كاين في التصويره، وين جاي، ولا جاوبتي الجواب صحيح تضمني تربحي لا تابلت. ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. طب تليفونه رعاية مدام زيوي. ما على باليش. قولي كاش بلاد. تايلاند ولا ما عرفتش. تايلاند. بالك. بالك. نقول لكم بعدين نجاوبك صحيح. نروح نشوفوا سؤال ثالث، نشوفوا لا جاوبونا الجواب صحيح، ونتلاقاو بعد هذيك مع خالتك وهنايا كامل، ونشوفوا ان شاء الله واش ربحتوا معنا. ان شاء الله. ندوزو نشوفوا سؤال ثالث. هدى واش راكي؟ لاباس الحمد لله. تيك مليحه؟ لاباس الحمد لله. هدى انت واش تجي لمدام الامام؟ جارتي. جارتها الله يبارك، باسكو حنا على بالنا بلي مدام الامام عندها 3 انفون صغار. ان شاء الله ربي يعيشهم لها. الكبيره في عمرها 7 سنين. ان شاء الله ربي يعيشهم لها. انت ثاني راكي في عود بنتها ولا اختها صغيره؟ سؤالنا يقول واش تقراي؟ نقرا سكوند بروميير اني ليسي. ليسي؟ ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي يوفقك. ان شاء الله. سؤالنا يقول جمع مثنى كلمه عصا. نورمالمون عصاوان. نورمالمون عصاوان. عكي سيغ ولا نورمالمون؟ سيغ سيغ. سيغ. داكوغ، نروحو دوكا نجتمعو مع كامل العائلة، جو فو ديغ مع مدام الإمام ومع سارة و هدى. هدى. باش نشوفو واش ربحو معنا اليوم. مشاهدينا رانا اجتمعنا بعائلة الإمام، رانا مع مدام اللي طرحنا عليها سؤال الأول. ألوغ نعاود نذكرك مدام، السؤال الأول كان جوابك صحيح تكوني ضمنتي مواد تنظيف من طرف أكل لمدة 3 شهور. إن شاء الله. سؤالنا يقول، سؤالنا قال بماذا يسمى الذهب قبل الضرب؟ قلتي لنا التبر. التبر والجواب كان صحيح. بصحتك مدام. لي برودوي ديتيرجون أكل. ندوزو لسارة. سارة سؤال ثاني، ورينا لك واحد المعلم. نعم. هذا المعلم جاي في البيرو واسمه ماتشو بيتشو. صنف في التراث العالمي من طرف اليونسكو. وهو تابع العجائب الدنيا السبع الجديدة. معليش معلومة جديدة. نعم. هدى قلنا لك مثنى كلمة عصا، قلتينا العصاوان. ومبروك عليك. الله يسلمك. الجواب كان صحيح، ربحتي معنا لا ماشين لافي. شكرا. بهذا انت يا سؤال تاعك ما جاوبتيش جواب صحيح، على بها راحت لك لا تابلت. معليش ان شاء الله تجيبي الباك ونجيو لك حنا ونجيبوا لك تابلت كادو من عند اكل. ان شاء الله يا ربي. بهذا عائله الامام تكونوا ربحتوا معنا لي برودوي ديتيرجون اكل لمده 3 شهور زائد لا ماشينا لافي. بصحتكم. صحه اكثر خيركم. سي جونتي. ربي يعيشك. ربي يعطيكم الصحة كي استقبلتونا في داركم. الله يعيشك. وكي بعثتوا لنا وحنا ثاني ان شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم، وجينا غير صح صح لنا، جينا البلدي، جينا لولاية البوليدة. بلدية ولادي عيش. يعطيكم الصحة. يسلمكم الصحة. مشاهدينا عائلة الإمام كما شفتوا راهي ربحت معنا اون ماشينة لافي ولي برودوي ديتيرجون أكل. أنتم ثاني ما تنساوش ترسلونا عبر الايميل، تكتبوا لنا معلوماتكم الخاصه زائد رقم الهاتف باش نقدروا نعيطوا لكم ونجوا عندكم. رانا غير هنا في بليده بصح رانا رايحين نزيدوا من بعدو ان شاء الله نقدروا نلحقوا لكل واحد بعت لنا. تسناونا في العدد الجاي، بقاو على خير.
هذا البرنامج قدم لكم برعاية آجل. آجل الموعد عند كل غسيل.